بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا الإدل كيم بملك استوى دون ذكر شوكتان كسر وادا إن سؤال جوني أنا قلت على قلني إن قريب كان نقطة برنامج كي لوجو قبته مقالة كولومبوس أوهايو اللوجة اللي تأكل دا عيد مدا قرن كسوة مالية دي سيدي عجهد سوق تاجل هاين برنامج كا إس إن تي في وحويدين دونا إن ضد وح الشيء إن كتشوا من سؤالها سو أنا سليه كرنو وأكوها بونا ين حلقان إن برنامج كا وح إن ماركتي أنا سؤالك ويدين دونا ضد بدن إن أنا أجوه الرئيسي الشيخ حسن شامعي إن أنا وجا إما ذي قبل كمان الصوتة الشيخ حسن شامعي وحن مركور ويدين يا محيي هاي أما أدسلاد هاي دور كعلوم ذو وأوك قاضن كرا سيدي عجوه ذا يسقو تاجله هاين إذا ماذا قرن كصومالية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. دورك علمضة وحون قنايا إني عديان سيدان دادك مركي مساجدهان عشرة دك أخرين أن أغوش رحنو صلاة دو أوكالي إي أحكام تيدو أوكالي وأن أشيغنو صلاة أركان تو أوكالي تضبي يطوبان ركنيان دادك برنا إني واجب تهي وهدي لغتاقو صلاة دي إيسان أنسحين وحان ربنا ساس أوكالي إن علمضة ملكست إيجوغان إني أشرحان تاكولين تا إذا ماذا إني تهي واجب ديني وحان ربا هالكا إنا سيد دك دك عموشا يقول قاعدة وحاجرتو إسلامي ودهيسو ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب أب صومالا دان كوشا يقول حوايا وحي هدان لسامينين أما لأنتيسا شيغا لأنتيسا أنا سورتا قال أحين إلا إساقا إلا قبتما هنا وحون نقونا يا شيغا سي واجب معنى هذا حوايا إيدا أو قرن أو مذيسا أو عدالة لغو صوحو شيء هدوسن جرين نبض ما إيمانيسو نبضنا وحي أصل أطهي إن إلهي لعابدو وحي أصل أطهي إن هرمر لصامي وحي أصل أطهي إن شقوين كالآذو وحي أصل أطهي إن إسكولة لآذو مارك واحصنا مدام أصل أطهي نبضنا لآن تيدا إذا ما لآن النبض آن لهيلينين مارك إذا ما آن تاكولا حيسا نبض ما أبوري كران مارك تاكولا دا إذا ما ذو حين قونيسا واجب ديني سيدة إلهي سبحانه وتعالى أيدا داتا أنسو أغرنين أو أهيد وتعاون على البر والتقوى وحوانا أكسن وصماحس إن لسوك المستو إذا ماذا أولا تاكولين وقيب سماحة كمذا ولي قيبها أغسر يسوى هذا يوم هاتسين هاي شيخ حسن جامعي سيدا وذا أكتهين تانية انتي بربرتي دولة دي لحية صوماليا إن بضان وكم إذا شعبك صوماليا وحيويا عن قربها نتاليا دها أقوب بضان صومالي دا وحيكوك لنوليين قبل دا أوهاي يمن الصوتة مركا لو فيري دالك مرايكنكا ودما بضان وعالم كان وحيويا عن هادبا قدوميها تاليا دا قبل كان أوهاي حسن علي عمر وحان تعلان لها إن آن ويديو تاليد أهان أما كتاليد أهان صومالي ده قبل كأوهايو قاب نوعي أي أغا قيب قادن كران تاكولين تعيدا ماذا قرن كصوماليد وحان أغا قيب قادن كرنا وحان أميسين نها انتي صومالي بربورتي ومدى صوماليد وحتى قدها كون نولوحة مصروفة وحاويان دادك تاليدها وبنان كتشوغة إيغو أو رنتي أه لايف لانك أما نولاشا كليا هايستان وآدان فيرن هيرول بامانتو وحكيها لوحاويان غف باودرة مر والبا مرحلة بيتوكتا سيدات كاس مرك أن واحد درينه أيوه هلا نولل أضل كذا كي بير وبيرت سوف شكي كلون وسوف شكلون له محلكلون كسوف ش أضبطه كي شقيسنا وشقيسنا كروا حلقة مرمانة إني هلا دل كذا دب هانتان دلنا متري كره دوسن عيدا لهين تعال ده هم وحنا مسنا مرك وإن لا غيب غاتو أضل كسومالي ده أكى غيب غاتان النجوا كاشنا العلماء ده يد يجن عسته كل جاي يبقى إن النكا غيب غاتنا سدي ciidamada Soomaaliya aan u garab istaag lahayn oo ay u noqoto waajib nasaaran waayo wadankan aan ku noolay hadduusan ciidan lahayn kuma aanan noolaanin hadana police haysan kuma aanan noolaanin wal isboobi laha fowdana lagama bixi karo in la helo ciidan qaran maahane waxa kala soo raadinina iskuma halayn karo kuma noolaan karno ciidamada ajnabi ah inay waardiyo ka noqdan Soomaaliya waligeed sida daraadeed dadka shacabka oo Soomaalida ah oo adduunka jooga wuxuu ka badan yahay 1 milyan inaannu ka qayb qaadano jaleed ahaan kulliga iyo meel aan joognaba aan jiraano dalka inaga leh ciidan baan u baahanahay waan ognahay ciidankeenu ciidan xoog badan buu ahaa sida la sheegay wuxuu ahaan jiray ciidan ay tababaran saraakiil Soomaaliyeed oo aqoon badan leh dadkii wali wuu nool yahay anaga waajibkeena saaranka waxa weeyaan in aanu la shaqeyno oo aanu helno runtii gudigan si wada jir loo shaqeeyo qofkii Soomaali hawshan ka qayb qaadanay inuu wax ka qabto qofkan wax ka qayb qaadanay inuu san la lugoynin oo na garab istaago laakiin waajib ay noqoto ay asa Soomaali inaannu noqono
dalkii dadkii aan ka soo tagnay inaan taakulayno kan gaajaysan nabad hadduu helo nolol buu helayaa kan cudurka qaba dhakhtar buu helayaa kan nabad la'aanta haysataa nabad buu helayaa qarankeena iyo xuduudaheena waa difaacanaynaa burcadbadeed iyo badaheena nina ma guranayo marka waxa weeye waxaan aaminsanahay ciidanka in la taakulayo waa waajibna saaran dhammaantayo aad ayuu mahadsan yahay xasan cali cumar guddoomiyaha jaaliyadda soomaaliyeed ee magaalada tan columbus ama gobolka ohio daawadayaal sidaad ogtihiin burbur baahsan ayaa ku dhacay ciidamadanadii waxaa jira ciidamo siyaabo kala gedisan wadamo ama hay-ado gooni ah ee ugu tababaraan gudaha dalka soomaaliya haddaba waxaan rabaa maxamed cumar waa khabiir dhanka ciidamada ah islamarkaana ka mid ah jaaliyadda soomaaliyeed ee magaalada tan columbus ohio waxaa weydiin lahaa sidee lagu heli karaa ciidamo nadiif ah oo ay yeelato qaranka soomaaliyeed iyo weliba ciidamo markaasi ka madax bannaan hay-ado ama dowlado kale marka ugu horreysa waa mahadsan tahay waan runtii maana usoo diyaar garoobin su-aashan oo nin hadal usoo diyaar garoobay meyhi kumana ficniba muxuu ahaa inaan meelaha spotlike istaago runtii ciidan waxaa la helaa waxaa la yidhaahaa sida wax lagu maamahaa buliis fiican waxaa la helaa markii bulsho fiican la helo marka haddii shacabku ficnaado ciidankuna waa ficnaanaya intaas haddaan ka baxo ciidan waxaa lagu heli karaa dowladda waajib baa saaran shacabkana waajib baa saaran ciidankana waajib baa saaran dowladda waxaa laga rabaa shaqadeeda inay qabato oo wixii uu ciidan laga rabay in loo sameeyo loo sameeyo shacabkana waxaa laga rabaa inay taageeraan dowladdooda iyo shacabkooda marka waxaan odhan lahaa in uu dadku isku tashado oo ay isugu tashadaan muxuu ahaa inay saboorgareeyaan ciidankooda waxaa yar oon ku dari lahaa waxaa weeye ciidanku ma aha siyaasad ma aha ciidanka rag badan baa ka shanqariyo oo hay-ado kala duwanba waxay qortaan ciidamo ciidan sidiisaba waa inuu institution ka yimaado institutionkaasina waa inuu ahaadaa wasaaradda gaashaandhigga wasaaradda gaashaandhigga marka ciidankaas sharcigeedii iyo nidaamkeedii iyo noloshoodii u samaynaysa marka haddii intaa la waayo ciidanka de waxaa ku shaqaysanaya hay-ado kala duwan waxaa ku shaqaysanaya dowlado kala duwan waxaa ku shaqaysanaya shakhsiyaad waxaa ku shaqaysanaya dad muxuu ahaa iyagu interesti leh marka waxaan waajibka ugu horreeya dowladdu saaran yahay inay qabato hawsheeda dowladdu hadday qabato ciidankuna hawshiisa waa qabanayaa shacabkuna waa qabanayaan intaasaan kaga baxay waa mahadsan tahay aad ayaad u mahadsan tahay sida aan wada ognahay masaajidda waa meesha keli ah oo ummadda soomaaliyeed ay aaminsan yihiin ma ay jirto kadidis ama cabsi ay ka qabaan howl ay masaajidda u istaageen waxaa nala jooga sheekh aadan cabdulle oo ka mid ah culummada gobolkan ohio sheekh aadan waa qabiir dhinaca cilmiga diinta aada ugu dheereeya islamarkaana wax badan ay dadka soomaaliyeed aaminsan yihiin sheekh aadan waxaan weydiinayaa kaalin noocee ah ayay masaajiddu ka qaadan karaan sidii ciidamada soomaaliyeed dhaqaalo loogu heli lahaa loogana kaaftoomi lahaa in ay horsadaan gacmo shisheeye oo ay ugu tiirsanaan lahaayeen shacabkooda soomaaliyeed بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد ان رنتي وسؤال اد وين ويه ومهمه وحين قيب كنقنيسا سؤالي بروفيسور حسن جامعي لو ويديي او اهيد دورك اي علمادو كليهين لسيده عيدنكا قرنكا شيخو كجواب جزاه الله خيرا ان اي علمادو laga doonayo inay sida ay dadka axkaamta diinta ugu sharxaan si la mida inay ugu sharxaan waajibka ka saaran gudahaan dalka gaar ahaan ciidanka qaranka oo dalku uusan jiri karin la-aantood waxaan ku darayaa intaa sheekhu uu yidhi dowrka culimmadana ka mida in ay culimmadu tawciyeeyaan oo ay ka dhisaan dhinaca akhlaaqiyaadka ciidanka oo ninka ciidanka ahay uu noqdo nin markay bulshadiisu aragto ay soo dhaweyso ay ku farxaan oo ay u arkaan inuu iyaga difaacayo ee aysan u arkin inuu iyaga uu cadow ku yahay taasna waxay ku imaan kartaa in yacnii la dhiso oo caqiidadiisii laga dhiso akhlaaqdii laga dhiso oo ammaanadii laga dhiso waana runtii shirar badan oo hore oo aan qaar ka mida ka qayb galnay aniga sheekhaba
أنت والله جهاد لي وين كدة ذاليين دولة إيه مدح ذا قرن كقار كم إذا والله كلني علم ذا إيه يجنا وذهال لين إني أنت أسحق سعران دين عاكلة إيه مساجد ده سلّي يدي بيسوق ليسا جودهان إن أمد إن الجارسية بسيل بسيل إن يدلك وذا لسان ودنتو ذا جود أي وذا قبصان iyadoo marka dadka lagu toojiinayo ciidanka qaranka qiimaha uu umada ugu fadhiyo in ciidan qaran la anti umada aysan diin iyo dunyada midna aysan maaragtay heli karin oo aysan dhisan karin waana waxa maanta anaga aanu arkayno si cad oo practical aanu arkayno marka masajidu dawrka ay qaadan karaan waxa weeye inay tawciyada iyo wacyigelinta dadka ugu daraan in la taakuleeyo qaranka si gaar ah ciidanka waa jirta arintaas oo wad ogtihiin masajidu mar walba wixii dib ah oo yimaada sida abaaraha sida fatahaada hada maanta u dambeysay masajid badan baa loogu aruurinaya dhaqaale fatahaadii maaragtay ku dhacday meelo badan oo kamida wadankeena oo goboladii ee wabiyadi Shabeelle iyo Juba ay fatiheen dawrka marka hadii aan soo ururiyo masajidu waxa weeye إن أمد دلقو التوعية يقود أهان واجب كاكساران دلكودي غارهان سي غاره إذن كقرنك إن شاء الله تعالى عبدالله حوش وحا او كمي ديها هاي قدقة وعي قلين تالوغو تالقالي إنا يتاكولين تعيد مادا كاقب قاتان وحنو كي يمد قوبل كامين سوطا سي برنامج كان أساقي إيو أصلي أي ماركتي وقارسيان شعب كصوماليات عبدالله وحا او كمي دها عيد مادا دلكان مرايكنكا وحو صوماري عيدا دلكان مرايكنكا قبرد أي أول ليها عيد مادا إنك ستوكوا صوماليات وصومارينين هادنا وحو أسكري كسوان نغضي دلكان مرايكنكا وحان فيليا إنو قبرد بدن إنو هايو waxa rabaa inaan weydiiyo abdullahi suurtagalnimada iyo waliba rajada inta ay la egtahay in lagu guuleysan karo in dadka Soomaaliyeed ay ciidankooda ayaga baahidooda ay dabooli karaan wa mahadsantahay walaashay assalaamu calaykum raxmatullah oo salaam yaa markale runtii aniga khibrad Soomaa ciidamada Soomaaliyeed ma lahayn laakiin Soomaalidu waxa la yiraahdaa meelaha fadhiyada aan fariisanaa waxaan ka bartay horta taariikhda Soomaaliya ciidamadooda soo mareen iyo sharafta ay lahaayeen iyo awoodaan lahayn igama marna laakiin ciidan Soomaali ma soo marin waxyaabaha aan ka arkay wadanka inta ciidamadu ay wax ka mid ah marka aan maqaayadaha meelaha qaar kood aan galno maqaayadaha cuntada lagu cuno kale hadda uniform qabno dadka lacagta waa naga bixin jiray qof dadka naga baxshana ma aan garan jirin macnaheedu waxa ku tusaysa dadka aad bay u jecel yihiin ciidamadooda oo waxay dhahaan intaas oo milyan intaas oo boqol oo milyan waa Mareykanka waxay dhahaan less than 1% askarta marka waxba nagu ma ahbeen wadankana waa wadanka ugu badan budgetka ugu badan military galiyo 450 billion waa budgetka marka waxa waa qof walba oo Soomaaliya wuxuu sponsor kara family qoys oo military Soomaali oo sponsor kara 100% oo sponsor kara maana hore imam sheekh xas jaamac baan ka wada hadalnaa arintaas marka sponsorship baan sameyn karnaa sponsorship baan sameyn karnaa nin la yiraahdo xubnaheena kamid ah maalin barnaamij uu ka hadlay wuxuu yiri waxa fiican buu yiri hata institution leedahay school leedahay sponsor askari wiilkiisa sponsor gare oo ka bixi macnaa schoolka ka bixi marka qof walba waxbuu ka qaadan karaa macnaha ma aratay ciidamada hadda la leeyahay federaalka loo dhisay 6000 ah 6000 each state ah waa 18,000 hadii la isku daro Soomaa 18,000 meeqa milyan oo Soomaali ah dibadda jooga ganacsata ah oo malacag leh ama sidoo u shaqeysta waa ku filanahay anagii baan is abaabulin waxa hadda culimadana macnaha naawinaysa insha Allah arintaasna waa waxa weeye waa is abaabulina waa kala daasaneen hadda meel fiican ay marsa marka rajo wanaagsan ma ka qabaa qofka Soomaaliga ee waajibaadkiisa haduu ka hordeynaa waa la kacinaya maasha Allah culumadii baa joogta iyo wax karadkii kale anigana programkan waxaan bilaabay taakulanta ciidanka 2017 February aan bilaabay marka wili waa wada madalin marka insha Allah waxa war rajo weyn ma ka qaba dadkana waxa la rabaa waxa weey hadaaytu wax laga sheekeyay dadka hadlaya waxa ka sheekeynayeen aan qofka dhaxanta jooga banaanka jooga oo qabow ku dhacay oo gaajeysan oo adna nabada ku horadid qofka arintaas ku sameeyay ka warar macnaa position uu ayba geyn lahayd qof baa ka hadlay ma xasuus dadka hadlay
مركز وحوي هذا الدير وحوي مطريو قد جا وحان كويه هاي وحان سميني العاج أنا جم قبلنا العاج تميل لوجو تلاجله باجرت وح اسكيل علينا هنا وح ليه كوربشن العاج ميل قفنا العاج ودي بنا قفل بول العاج تأكلنا ده لوجو تلاجله كره ده قف كده هو قد جا سان كتر سنة وراق اتصل عدين تسمه تكو قرنتها وح اسكيل علينا هنا وعلوم هذا وقت جود إلا هاد كوي ذهبيني وكو سعتان أربنا هنا أنا وقت جين إذا قدوا من مرمن ووح ومدحوينها واستاجي مسؤوليت باقفوا بسارنا مسج كيسة هذا فيديو كان مسج كان مركي تيفي قرن كنا ماستر وأركي دونتين مسج هذا وجهه رأي مدحوينها كمذا أصيا كهالي برايم منسر كهالي مارو أسلح أبداك هذا الشيء مالتو كذا مدحويني هو عبد القاسم كهالي وده هاي ده كوب قادني مسج هذا وسؤال الله بنايان مركا إن شاء الله قف والبا أو سوماليا هاي راد هوينا ده واجب كسار إن شاء الله عيد كلو طاقة أدي يوم حسن تاي إن عبد الله وحنا لتشوجا أمبستور عبد الكريم عمر إن أو أمبستور كسر نقضي إن أم سفير كسر نقضي دولة دحى إن أو أنفليو إن أودي عيدنا أجوينا إذا أفريقيا أي كم ذهائن إن أمبستور كوحن ويدينيا إن سؤال لحريرته إذا من نوع أي سوماليا أو بحنا تاي حيل كان هاد اللي تشوج بسم الله الرحمن الرحيم أم حسن تاي سوماليا عيد نوع عيدنا نوع البابا وبحنا لك واحد مقومي مسمى حوي إن الله سعيدا ودنيا وأنا أقول إلا لباقوني تدبري وحد ذلك سومالي تشوف إذا ما ليه عامسهم وصل كودي أفريقان ثمان يوحل تشوف كوي ثمان سنوي كوي ثمان سنة واحد قبتين وعادوا هذا أن ثمان كرنا مشيران صابته وحاول نحر كنا حاوي ورعيدا أجنبية دل عدل هذا كود اسمهاي وثاين عن كرنا هو ولا قام مرمان اللي فهمتاس سوماليا حقنا وهاي ستة ذات كي إذا كي يقانين واتشوا كان وعاد نسبة الروا والروائنا الهوست كحر وكون على اليو وردت كي إذا كبرتي أوكي مت إيطالي هالقصة بري روسيا مصر السودان ما لبض ما هالقصة بري أيات شوجة وأودي أقنتي له وحكر لي فأنا قوم مجرن وسيجد هذا دجل هذا إن إذا الله قدر إيطاليا والميتوبيا إذا كل السيس waa kula raadinayaa kula hayaa 500 sano ilaa milal marka waxa muhiim ah inaannu niraaho waxaan kuma jir karno dadka Soomaaliyeed dadka dibadda joogana waajibaad weyn ba saaran sababtoo ah waxay haystaan nabad waxay haystaan lacag awood bay u leeyeen in ay eedan kan istaan inkastoo aan rabo hoos inaan ka xarigo eedan dad contribution laga qaado lagu dhisi karo eedan qaran waxa lagu dhisi karaa siyaasado isdaba yaal oo qeexan oo jeedadu ay tahay in dib loo soo toro ila ciidanka Soomaaliba waa hay dib in loo soo toro ciidanka Soomaaliba waxa ku imaanaya in la helo wax la yiraahdo process nabadgelyo oo umada Soomaali loo kala dabqaado la dhigo reconciliation wax la yiraahdo waa laga marmaan Soomaali waa dirtay qabaal bay u dirtay waa kala tagtay waa in dhibaatooyin meel la saaro adduunka ma dhicin dad dhibaatada nagu dhacday ku dhacday oo inta la siibay Soomaali baan heshiino waxa soo hadal ma وأنا أنت اللي سيم هذا، للدولة أنا الدولة دي هرانا، قف كي خلط قري، خلط كسر لساروي، وبركاس ومدة سومنيات أيس عفسو، ذلك والك الجوي وحنات ليه، فرنت مرك هربتان، دولة يرى وارد لسه سومنيات، تبرت هذا وغيرت، هاي قبل قرت ووح حددا وليمتد، مرك إن هذا أيضا كان نرى هلا عوي، وهم قصبرنا، هم مرك أقعد سنة قف كسر سومنيات، إنه مرض لحد كهرتو وهي أودرنا ذا. وأنا هينو إن أنا سوق جين أيضاً سببته أيضاً كقبيلنا ملاها دولتنا ملاها شخصنا ملاها دولة دوات ما دواتك تها لكن أيضاً قاچوا أيضاً قراوي مركب والله يا مرمان تنقله أنا بدولة دينا كبوريو أنقلت تليو ومركب هذا الشيء كجلسان ثواب بركة مركب لك جلسان قو أنك يتردو وينك قوادا الصومالي لكن أيضاً ثواب بركة سلقة حكومة أبو دبي أما أيضاً ثواب بركة سلقة حكومة مش اللي راهو أنكرة محمد تيدادو قفك الصومالية وحمس وحوالوا وياي أما دعادوا وياي نكب شارك سيناي دولد الصومالي وين يكب هذا إن أيضا سيدا دمانة في واحد دعاء كله قال هذه عرس وقعت العقب كسب حسي وهاي ترى أيضا كوسعة وهذا يا بروسيس باشر زارت قاشان لك باشرت سلعت لقي ما بنجا ده هاي ترى بورصة العقد الوقت وهاي كتب سيسا سيدنا رب هدي لهي دولد نمدر هذا أرفق الدبلوماسي وقاحية يمكن أمباشتوركا أمسفيركا متى يكرا إيربور
دولتنا قلنا كل واحد وديك الوزارة الخارجية مركا وحنا هيسته دبتوين فر مركا يعني كبه نطبق مهمة وحوي ذلك الصومالي ملك استيقظان سأوجب حنقولني ماذا وإنا إذا كذا أيجو وحي هيار سيان وعوده ذا وأنا لقى مرمان إن أردها إذا الصبح أد أيوة ما تسيني هاي أمبستوركا إن أصل حسن عبادة إن وحبين كم إذا جدجا إن مدحونها دولة الصومالي محمد الله فرماشي أو إحل ساري تأكلين تعيد ماذا يقولي بإن يرجليان شعبك الصومالي تسعيدا كذا لا تأكله إن أصل وحي سعد أركو تكتي من صوتها هذا أوهاي تكتها ملك نقولي منهن مركب الوحن ربنا إنا وحكوي دينه جد أهان وحقوق الصومالي هل كأي هيكسنيان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إن ودنا حسنت هاي دقصرنا ما شاء الله إن وحوي هرتا وحالي فرق كم قد نفانو له وحنو قبسو ما وحي هرتا الله قدري وحنا وحياة بدننا مارتي ومجهينا بإذن الله إن سيدو مارتي قدوميها وانو شيء عبد الله حوش خير الله هسيه إن مر لبتشرب هرت أني مركي لبعد ما ننشو قن ما دام عن دالس كن ولا هاي لكن مركي هري عن تجني وحويان جدي مهمة وحول جددة إن أنا قدتك وعي قلناه ويا أمضي سومالية قدتك مرتي إن قرب شوك تأها وحقو بذيهين إن دلني يرى هل كان قوة دلتهي أما كوكرتي مركا قدتك ما جرن كران رنتي تاريخيا دلك ما هيان تاريخ دلك ما هيان إذا كان التاريخ بمهيان وإن لو وعي قليو محان أحين دولة سيديان لحين نبض قليو سيديان لحين ودن كان شرفتو لها يعني إنا داتكي هورتا كده دعسينو ودن شرف لي أو دولة شرف لي أن لحين أو داد مارتي أو داد مارتي إسكو ولالقه إسكو مارتي إن إسكو دي نيسان أو سي وحكا سو دا قبسن جري إن سيدا هداي ولاشي رقية مقعودي با عرب كعرب كده من كله فطيبة يعني تري وحن لهان جرني إسكولو فري جامعة دي فري بأهان of course دخاتير تس دختر كعرب تقوى ناكسن يدقو يارن كرتقرو كوكو إيماني استالة دي فري بأهان هل كان مكاهي الإسان وامايا نعمة دا إلهي النسيي مركو إلهي نعمكو سيين محالة غاربة شكر جادين على اتمادان مركو وحوي وعي قلنتا أيانو مالك ملك سلام رينا بإذن الله هل كان وحو أها قبل كي وجوه الرأي أنسو أبروتش كرينو مركا إن شاء الله وحا كل بين كود هذا الدونا إن شاء الله قديجا وحنو قارب دونا استديو دونا قارب دونا هدي له هيرا اللي كان نقضه بعد رمضان of course إن إلا كندا إن وحن دونا إن شاء الله هدي له الناس ورجلي إلا يوروب إلا أفريقيا بإذن الله يندونا سومالي ماشي كناش شاي مركو حا وحن أنت قصميننا وحوي السفير كابا مقعابي يعني عيدا كمان تهدي لتاريخ ذا لغا الشاكين او هالكا كمسو كوبي كارينو يعني عيدا تيالي ايا لوبا هنيا هاي سببتو او وحوي عيدا شيشي اما داد شيشي وحبكو ما تاري كاران سببهم بيكو جوغان اسبابهم بيكو جوغان دانتوهم بينقو وطان وح ايكو تاريان مالها واكو ميلقار اون لكن مربتان ان دالكا نوسوها قاقو واناكسان اذو وشرفتي سان ديب وسو عشانو ciidan tayalo anaga Soomaalideena inaan maartay aan ka maarno sida dadka ajaanibkaas uga maarmi laheen inaan falankeedi galno weeyaan marka in dadkii laga dhaadhacsiyo oo la tuso oo la taa wax la taaban karo la tuso ayaa muhiim ah wacyi gelin weeya markaan leenahay taakuleenta iyo wacyi gelinta ciidanka qaranka marka waxa way wax anaga noo muhiimsan waa wacyi gelin sidoo Cabdullaahi Xoosh uu sheegayba anaga lacag cash ma qabaneyno waxaan jira account oo maartay account qaar kood oo aad u dhib badan oo dad far badan ku rafaadeen ayaa jira laakiin waa idin soo sheegi doona biidinilla in laakiin waxa kamid ah for example in dahab shiil aad ba ugu dhib qaba aad iyo aad runtii ilaahay khair kooda hanna siiye wax way noo fududeeya yaa ilaahay ka cabsado noo fududeeya laakiin waxa way account kala jira mid hadii la way mid kala jira marka way farbadan yihiin marka si dadkii loogu fuday way qofkii wuniyad jabaya hadii mar uu intuu baxo oo waqtigiisi oo meeshi tago in xawilaadi inkastoo arintan wax iska bedeli dooraan bi idinna si ka sahlan on rajaynina in dawladda ka cusaneyno in maartii si account kaleeto oo xawilaad ba la marin oo toos ama inta istaadiyada laga furo
oo dad maartay oo loo xil saaro lagu og yahay oo dadka mas'uul oo ugu yaraan saddex ruux ah waxyaabo isbeddelku iman doona biidinillaah way xawilaadu way dhib badan tahay adba u dhib badan tahay marka waxaan doonaynaa wacyi gelintaas yaan xoog saarayna idinkana maadaama qof walba isteedkiisu jeeyo waa waajibna wada saar anaga kaliyana ma saarna ruux walba Soomaali saqir iyo kabiir waajib baan saar marka walaalayaal wixii Ilaahay nagu waajibiyay waa inaan maartay aan sameynaa waad mahadsantii wa jazaakum Allahu khayran وهجاج أدي أدي يوم هتسيهن دمن وحجرت كي أقول يهنا ذا أن سؤالها جار كيدين ويديني ناي وح يكون سجناين حفلة دي لوقا بتمجلات تان كولومبوس أوهايو أو لوقا جارسين أي فرين تا ضد كصوماليات إن كقب قاتن وعي جلين تا يولي بتاكلين تا عيدا ما ذقرن كصوماليات دعوة إسويدي عيدا كم حو أهمية أدي ككل هي صومالي نمدو وعيدا نمو هذا دان عيدا هاي سنة صومالي متهد تاني أنت ككل بدون برنامج متكان لمدة وحن إدلا هي نولي كولانتي